السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العمل اطلاق استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي خلال الايام القليلة المقبلة. اعلنت وزارة العمل انها ستطلق في الايام القليلة المقبلة استمارة للتقديم على الضمان الاجتماعي، مبينة ان بامكان اي مواطن التقديم عبر هاتفه، ما اشارت الى ان القانون يتضمن مميزات عدة. وقال اعلام الوزارة نجم العقابي انه تم في ايام قليلة الاعلان عن تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وبعد زيارة رئيس الوزراء لوزارة العمل اكد على اهمية القانون وتفعيله سريعا، مشيرا الى أنه في الأيام القليلة المقبلة سيتم أطلاق الاستمارة الخاصة بالتقديم للضمان الاجتماعي، وبإمكان أي مواطن التقديم عبر هاتفه تزامنا مع التحول إلى الدفع الإلكتروني تبسيط الدفع للضمان الاجتماعي. العمل النيابية تشدد على تشريع قانوني النقابات وذوي الاحتياجات الخاصة. أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أهمية تشريع قانون التنظيم النقابي والاتحادات وتعديل قانون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال عضو اللجنة أمير المعموري إن قانون التنظيم النقابي والاتحادات مهم جدا، وهو يشمل كل نقابات العمال والاتحادات، وسيوحد هذه التجمعات في قانون واحد. أضاف أن قانون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بحوزة الحكومة تمهيدا لإرساله إلى البرلمان من أجل إقراره، وهو مهم جدا أيضا، ويتعلق بحقوق هذين الشريحتين ويضمن للمشمولين به امتيازات مالية وغيرها، كما يحدد واجبات كل وزارة ومحافظة تجاههم. العمل زيادة راتب المعين المتفرغ ستطبق حال مصادقة البرلمان. حددت وزارة العمل دار الزيادة في رواتب المعين المتفرغ التي سيبدأ العمل بها في حال مصادقة البرلمان على قرار مجلس الوزراء الخاص بالزيادة. وقال نائب رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على الحلو في تصريحات أن عدد المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة على منصة أور بلغ 214,000 متقدم، مبينا أن الفحص سيبدأ مطلع كانون الثاني من عام 2024 ويستمر على مدار السنة. وأضاف أن راتب المعين المتفرغ يبلغ 170,000 دينار، ولكن وفق قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل عدة أيام سيكون الراتب 250,000 دينار، وسيطبق في حال مصادقة البرلمان على القانون حسب ما نقلت الوكالة الرسمية. وأشار إلى أن رواتب المعاقين من العسكريين وضحايا الإرهاب تتراوح بين 500,000 دينار لا أكثر من 1,200,000 دينار. أما شريحة المعاقين المدنيين فهم مشمولين بالإعانة النقدية لشبكة الحماية، فإذا كان فردا فيكون الراتب بحدود 125,000 دينار فقط. أما إذا كان رب أسرة ولديه أفراد قد يصل راتبه كسقف أعلى إلى 275,000. ووافق مجلس الوزراء على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة 38 لسنة 2013، وتضمن زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250,000 دينار مقطوعة. وزير العمل يكشف عن حملة لمنح القروض وخطط لتوسيع عملية تشغيل العاطلين. أوضح وزير العمل أحمد الأسدي الآلية المتبعة لمحاربة الفقر المتعدد الأبعاد، وفيما كشف عن توجه للاستمرار بحملة منح القروض وخطط لتوسيع عملية تشغيل العاطلين ضمن آلية تحسين المعيشة. كذا استئناف إصدار البطاقات للمشمولين الجدد بالإعانة سيكون بعد الانتخابات، لافتا إلى أن حملة البحث المقبلة ستزيل عشرات الآلاف من المتجاوزين على رواتب الإعانة. العمل تتحدث عن الضمان الاجتماعي وشمول فئة جديدة فيه. أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التوجه لشمول جميع العاملين في العراق بما فيهم العقود والأجراء بالضمان. أسد يقدم طلب لزيادة 100,000 دينار على رواتب العمال المتقاعدين. أعلنت وزارة العمل أن وزيرها أحمد الأسدي تقديم طلب إلى مجلس الوزراء لتخصيص زيادة على رواتب العمال المتقاعدين 100,000 دينار. قال مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران أن الأسدي سيقدم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للموافقة على تخصيص زيادة على رواتب العمال المتقاعدين 100,000 دينار. العمل فتح استمارة الضمان الاجتماعي سيكون الأسبوع المقبل. الأسدي يؤكد شمول 405,000 من ذوي الإعاقة براتب الحماية. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية شمول قرابة 405,000 شخص من ذوي الإعاقة بشبكة الحماية الاجتماعية صرف رواتب لهم منذ تسنمها المنصب يصل ل 500,000 دينار. الأسد يزف بشرى للعمال المتقاعدين بزيادة الحد الأدنى لرواتبهم. زف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بشرى للعمال المتقاعدين بزيادة الحد الأدنى لرواتبهم. أضاف أن الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين سيرتفع من 400 إلى 500,000 دينار مع انطلاق العمل بالقانون الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية بالعمل على تحقيق زيادة في رواتب العمال والمضمونين.
وزير العمل يوجه أقسام الحماية الاجتماعية بالدوام الرسمي في يومي الجمعة والسبت. وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أقسام هيئة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي الجمعة والسبت الذي يليه، وأرجع الوزير أسباب توجيه إلى إنجاز معاملة المشمولين بالإعانة الاجتماعية من الوجبة السادسة وملحقها لإصدار البطاقة الذكية لهم وإدخالهم ضمن الدفعات القادمة. من جهة أخرى، دعا رئيس الهيئة أحمد الموسوي المحافظين كافة إلى تسهيل عمل الأقسام واللجان الفرعية في أيام العطل خدمة للصالح العام، وبين أن الهيئة ملتزمة بإكمال جميع المؤشرين ضمن الوجبة السادسة ملحقها لإصدار البطاقة الذكية لهم وحسب المواعيد المحددة. وزير العمل إطلاق أكبر حملة بحث اجتماعي لأكثر من 1000 طفل مصاب بالسكري. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إطلاق أكبر حملة بحث تستهدف أكثر من 1000 طفل مصاب بالسكري في بغداد والمحافظات. وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي يعلن إطلاق أكبر حملة بحث تستهدف أكثر من 1000 طفل مصاب بالسكري في بغداد والمحافظات بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري. أضاف أن الحملة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 23528 لسنة 2023، حيث باشر الباحث الاجتماعي منذ الصباح بزيارة أسر الأطفال المصابين بالسكري لغرض إجراء البحث الاجتماعي تمهيدا لشمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية. وأكد أن الهيئة أنهت كافة الاستعدادات مبكرا من خلال تهيئة قواعد البيانات وتحديد الفئة المستهدفة، مشيرا إلى أنه سيتم إكمال كافة الطلبات المقدمة وحسب الخطة المرسومة في هيئة الحماية الاجتماعية. هيئة الاستثمار تخصص 5000 شقة في بسماية لعوائل شهداء الحشد الشعبي. أعلن رئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر محمد مكية عن تخصيص 5000 شقة من مجمع بسماية لعوائل شهداء الحشد الشعبي. وقال مكية خلال زيارته مديرية العلاقات والخدمات الاجتماعية في هيئة الحشد الشعبي أنه اطلعنا على العمل الدقيق والرصين للمديرية، وينتهي بنهاية المطاف بتسليم هوية فيها باركود كل ما يتعلق الشخص المستفيد للحصول على شقة سكنية. وأكد أن المداولات مع مديرية العلاقات والخدمات الاجتماعية في هيئة الحشد أثمرت عن تخصيص 5000 شقة عوائل ذوي شهداء الحشد، وسنقوم بتلبية حاجة بقية الأعداد، تخصيص وحدات سكنية لبعض الفئات وتخفيض الأسعار. المجلس الوطني للإسكان يخرج بعدة توصيات. أوصى المجلس الوطني للإسكان تخصيص وحدات سكنية لبعض الفئات وتخفيض الأسعار. أفاد بيان لوزارة الإعمار والإسكان أن وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة رئيس المجلس الوطني للإسكان بنكير ريكاني ترأس في مقر الوزارة الجلسة 20 للمجلس بحضور أمين بغداد ومحافظ بغداد ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي أعضاء المجلس من مختلف الجهات الحكومية المعنية. وأضاف أن الاجتماع ناقش عدة فقرات وتم تقديم عدد من التوصيات للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، أهمها تحديد نسب الفئات المشمولة بالوحدات السكنية الجديدة ومنها ذوي الشهداء، القوات الأمنية والجرحى بحسب نسب العجز بالنسبة للرواد المتميزين من الرياضيين والفنانين وغيرهم، فضلا عن نسبة تخصص لرئيس مجلس الوزراء لغرض توزيعها على المواطنين لحالات إنسانية خاصة. وأوصل المجلس أيضا بشمول ورثة المستفيد المتوفي بالتخفيض البالغ 75% من سعر الوحدات السكنية للمجمعات التي تنفذها الوزارة، بشرط أن تكون زوجة المتوفي متزوجة وغير موظفة، وبمنح فترة 6 أشهر لغرض إكمال إجراءات تسجيل قطع الأراضي ولآخر مرة، مع التأكيد على المحافظين إنجاز هذا الملف. وجه حكومي لرفع قروض الإسكان بنسبة 20% خلال العام المقبل. كشف النائب باقر الساعدي عن وجود خطة للحكومة من أجل زيادة قروض الإسكان بنسبة 20% خلال 2024. قال في حديث أن الحكومة اعتمدت خارطة الطريق من عدة نقاط لتعزيز ملف الإسكان في البلاد لمواجهة أزمة متفاقمة في المدن الكبرى ومنها العاصمة بغداد، عبر زيادة المشاريع الاستثمارية سواء كانت خاصة أو حكومية، بالإضافة إلى زيادة عدد المشمولين بقروض الإسكان. أضاف أن زيادة عدد المشمولين قد تصل إلى 20% خلال 2024 قياسا ب 2023 في إطار جهود تبذل من أجل إفساح المجال أمام أكبر قدر ممكن من الشرائح التي تنطبق عليهم شروط منح قروض الإسكان الحكومية وبفوائد محدودة. وأشار إلى أن زيادة القروض وعدد المشمولين بها لها أبعاد اقتصادية في توفير المزيد من فرص العمل وإنعاش الاقتصاد. أن قطاع الإسكان واسع ومتنوع وهو حلقة مهمة في سوق العمالة على مستوى العراق، ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة في السنوات الأخيرة خاصة في بغداد، ما استدعى وضع خارطة الطريق لتوفير الآلاف من الوحدات الجديدة. الزراعة تكشف عن حجم المساحات المشمولة بقرار تغيير جنس الأراضي إلى سكني. أوضحت وزارة الزراعة إيجابيات قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية فيما حددت حجم المساحات المشمولة. وقال مدير دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي الشمري إن مجلس الوزراء أصدر في 7 من تشرين الثاني الحالي قرار بتعديل القرار السابق تحويل جنس الأراضي الزراعي إلى سكني العام 2022، وأضاف إن التعديل جاء بعد ملاحظات طرحتها محافظات وبلديات على تعريف المجمع السكن النظامي، فعدل إلى أن المجمع
نحو ما يشمل مجموعة من الوحدات السكنية مبنية من المواد الثابتة. وتابعا التعديل نص على أنه إذا كانت المساحة المتجاوز عليها 100 دونم فيجب أن يكون 70 دونم منها سكني و30 دونم تشمل الطرق والنفع العام. واضحا أن قرار 320 كان واضح من خلال تعديل التصميم الحضري إلى التصميم الموجود كواقع حال، ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية سيتحدد خلال حجم المساحة الموجودة، حيث أن ما كلما زادت فإن عدد الوحدات السكنية تتزايد بها بشكل تصاعدي. وأشار إلى أن 81 ألف دونم ستكون مشمولة بقرار تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وهناك عدد قليل من الأراضي تم تحويله بالفعل لكنها غير مشمولة بالقرار الحكومي، ولا تشكل سوى 3% من 81 ألف دونم. أصدر مجلس الوزراء في 27 الثاني الحالي قرار تعديل ضابط تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وتضمن القرار وفقا لبيان رسمي أولا أضافت فقرة إلى البند أولا من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء 23107 لسنة 2023 تتضمن تعريف المجمع السكني النظامي ويكون على النحو الآتي: مجمع السكن النظامي هو مجموعة من الوحدات المشيدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة بطرق تشغل ما لا يقل عن نسبته 30% من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولى البلدية المختصة تحديد ذلك. ثانيا تعديل الفقرة ثانيا من البند أولا من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء 23107 لسنة 2023 بحذف عبارة غير الربحية من تعريف مصطلح النفع العام، وتحل محلها عبارة والمحرمات كافة. تقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي: وعرف القرار مشروعات النفع العام بأنها المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرمات كافة، مثل مركز الشرطة، مراكز الأطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطات المياه، محطات المجاري، محرمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأي محرمات قانونية أخرى. تحرك حكومي نحو المحافظات الممتنعة عن توزيع أراضي لذوي الإعاقة. العمل تعلن شمول مستفيدي الحماية بمبادرة العراق هويتي بطاقات وطنية دون رسوم. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول مستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية بمبادرة العراق هويتي. قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان أن الوزارة تعلن شمول مستفيدي هيئة الحماية بمبادرة العراق هويتي الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية التي أطلقها مجلس الوزراء يوم 9 كانون الأول 2023. أضاف الموسوي أن منح بطاقات وطنية موحدة سيكون مجاني، وذلك بعد أن تم استحصال موافقة رئيس الوزراء على تحمل خزينة الدولة رسوم الإصدار، وذلك دعما للأسر الفقيرة والمتحففة. وأوضح رئيس هيئة الحماية أن الاتفاق تم مع اللجنة المشرفة في مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الداخلية والعمل وهيئة الحماية على أن يتم استقبال المواطنين بصورة سلسة، ولفت إلى المشمولين بمبادرة العراق قويتي ستصلهم رسائل نصية خلال الأيام القادمة لغرض مراجعة مركز الإصدار التابع لوزارة الداخلية لإصدار البطاقة الموحدة للمستفيد وأسرته من دون أي رسوم. العمل تحدد موعد صرف منح طلبة المدارس. أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل أحمد الموسوي أن صرف منحة الطلبة المدارس الأسبوع القادم بأثر رجعي لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين. قال الموسوي في تصريح أن منحة الطلبة تتجاوز 135 مليار دينار ولم يكن ممكنا صرفها يدويا، لذلك وجه رئيس الوزراء خلال زيارته إلى مقر وزارة العمل مؤخرا بصرف المنحة بطاقات الدفع الإلكتروني لأرباب أسر التلاميذ المشمولين. وأضاف أن المنحة ستصرف في الأسبوع القادم لمليون وثمانمائة وخمسين ألف طالب وبأثر رجعي لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، وذلك بعدما تمت الاستفادة من النظام الإلكتروني لهيئة الحماية. أن الشمول بالمنحة لا يتطلب أي تأييد، وإنما تكون الأسماء جاهزة ومؤشرة لدى وزارة التربية، وبإمكان المشمولين بهيئة الحماية الاجتماعية ممن لم يرد اسمهم في القوائم أن يراجع المدرسة التي يدرس فيها وأبنائه لتأشير الاسم. وأشار رئيس هيئة الحماية الاجتماعية إلى صرف منحة طلبة الجامعات والمشمولين بالحماية الاجتماعية وبلغ 72 مليار دينار.